المرة السادسة على التوالي افتتحت جمعية سكان حي عمان القديم سوق جارة بالمشاركة مع أمانة عمان الكبرى وجهات أخرى، حيث اشتمل السوق على حرف تقليدية وشعبية متنوعة. وأعلنت الجمعية أنها حرصت هذا العام على تكثيف مشاركة المحافظات الأردنية، وذلك ضمن رؤيتها في توفير الفرصة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين من المنازل للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للحرفيين وسيدات المجتمع المحلي، حيث تم في هذا الحفل عرض منتجاتهم البيتية والحرفية في السوق. كما أشارت الجمعية إلى قيامها بتحديث منطقة الأطفال من خلال إضافة ألعاب جديدة وتوسعة المنطقة المخصصة لهم. ويهدف سوق جارة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحركات الثقافية والفنية والسياحية في العاصمة من خلال تبني المشاريع والمبادرات الهادفة لخدمة المجتمع المحلي وتحسين حياة الأفراد والعائلات. هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق سوق جارة هاي السنة بعد ما كورونا وقفنا سنتين عن سوق جارة، رجعنا الآن وأعلننا بوجود الصحفيين اللي زينوا وجود المؤتمر الصحفي، وإن شاء الله راح افتتاح سوق جارة تحت معالي أمين عمان، وراح يكون حاضر معالي وزير السياحة، وإن شاء الله راح تنطلق جبل عمان بسوق جارة بفعالياته اللي هي بترجع الحياة لروح عمان وجبل عمان. احنا كجمعية سكان حي جبل عمان القديم هي الإدارة التي تقوم على سوق جارة بكافة فعالياته بكافة تجهيزاته بكل ما يحتوي. زي ما احنا حكينا بالمؤتمر الصحفي انه احنا عمانا بنحضر للسوق حوالي 3 شهور سابقة، أشركنا معنا جمعية صناع الحرف لغاية اختيار أفضل المنتوجات من صناع الحرف وربات البيوت لإشراكها معنا بسوق جارة. سوق جارة يعتبر فرصة تسويقية لكل من يعمل في البيت أو كل سيدة تقوم بأي منتج وتحاول تسويقه. من خلال تجربتنا السابقة في سوق جارة، سوق جارة يرود أكثر من 12,000 شخص، ما بين سائح ما بين مغترب ما بين ابن الحي ما بين ابن عمان بزوره يوم الجمعة. تنوع منتجات سوق جارة أعطت الفرصة للجميع إنه يشارك، وأعطت الفرصة للجميع إنه يشاهد ويتسوق من سوق جارة. حقيقة هذا السوق يعني رح يكون له أثر إيجابي على السيدات المنتجات، ونتمنى أنه يكون يعني له دور كبير من تسويق منتجات السيدات وتمكين المرأة. طبعا اليوم عملنا المؤتمر الصحفي عشان افتتاح سوق جارة بعد انقطاع سنتين، فرحة كبيرة كتير طبعا إلنا كنا مبين. فإن شاء الله بنتمنى كل خير ويكون مثل ما اشتغلنا له مثل ما تعبنا عليه، والناس كلها متحمسة عم تستنى. اليوم بلشنا بتشغيل مطعم جارة اللي كان اليوم المؤتمر الصحفي لافتتاح سوق جارة اللي بينتظروا الجميع الأردنيين وبينتظروا ناس كثير من الحرفيين اليدويين. صراحة كان في انقطاع سنتين بسبب جائحة كورونا، والحمد لله رجعنا، وإن شاء الله تكون رجعة جيدة للجميع وبنتشرف بالجميع في سوق جارة.